خذينا قرار مع بعض على اساس ابتداء من 15 من هذا الشهر هذا تفتح الحدود لسيارات خواص ولل هي الحدود عمرها ما تغلقت باش كانت مفتوحه للبضائع. اليوم نفتحوها للمسافرين، كل المسافرين ابتداء من 15 جويليه ان شاء الله يمشوا لبلدهم الثاني تونس، وتونس يجوا لبلدهم الثاني في الجزائر. مرحبا بهم ان شاء الله. الله يبارك فيك.